وقليل فاش كنسلطوا على هاد الناس هادو الاضواء. اليوم اخبار الفجر المغربيه والفجر السبور بغينا نسلطوا الضوء على هاد النموذج. اليوم خدينا نموذج ديال كره القدم داخل القاعه، وبالضبط خدينا سي عبد الهادي دالي، واحد من الحكام اللي اداروا اللقاء ديال مدينه العليا ولوكوس. تحركات جميله اثارت انتباه ديال الجميع اللي حضروا هذا اللقاء. التحركات ديال هذا الحكم كان سريع جدا. الهيئه ديالو كتذكرنا بالحكم الدولي رضوان جيد، ما كان كيخلي لا صغيره ولا كبيره تفوت، وتدخلات صارمه، تحركات في المستوى. حنا كنشوفوا انه كيجري بحال كيجري مع 100 متر، الان وصل الى حتى الوصول وكان سالم الحمد لله. وهذه اللي كنتمناو دائما السلامه الحكام ديالنا واللاعبين ديالنا. برافو سي عبد الهادي دالي.